and we gotta continue. لكن الحياة مليانة مفاجآت. And I said it in my song. That's life. السلام عليكم. اليوم راني رايح خارج من البرنامج لان كيما راكم تشوفوا الحاله الصحيه تاعي ماشي اللي تساعدني باش نكمل. He just such a sweet guy. I mean, he just really wanted to be in the house with us and just like that's nasib. Just that's his fate. That's what happened to him. But he had to go home. طبعا هذا خسارة يعني. أنا كتير زعلان، مو بشغلة عواطف ولا شيء، بس شغلة إنه شخص انحرم من هاي الفرصة اللي في كتير ناس بيحلموا فيها. يعني سبحان الله إنه انحرم منها بحادث صغير. إيه بس إن شاء الله رح يجي شيء أحسن إن شاء الله. هو لما رجع كلنا قلنا له هو نفسه كان عايز يكمل، يعني إذا هو محتاج يغني هو محتاج صوته، مش محتاج إيده ولا محتاج عينه، بس ما قدرش. يعني في عنده مشكلة برضه إن هو مش قادر يكمل، فهي دي بصراحة حاجة زعلتنا كلنا، بس كان لازم نكمل البرنامج يعني، بس كلنا زعلانين إن هو ماشي. أنا قلت قبل كده إن هو من أقرب الناس لي في البيت، كان قرار منه، هو قرار جدا شجاع، يعتبر صعب برضه. وأقول له كلمة هو ما يدري أنا إيش أقول له، لا بس هذا أفضل له، هو حيبقى في قلوبنا، هو عارف مكانته عندنا، وإحنا يعني مضطرين إنه نكمل البرنامج، شيء ضروري، لكن بنكمل. ويوسف أنا أعتبره معانا، أنا ما أعتبره مشي. كل يوم فوتت في هذا المنزل تعلمت حوايج، تعلمت حاجات كثيرة، لأني راني مع ناس بروفيشنال يعني مثل فريدريك وقصي وشادية، حتى المنافسين تعلمت منهم كما أمين ونبيل وعبد الرحمن. يعني إذا كنت حاب نقعد رايح، إذا كنت حاب نجلس هنا، لازم ننافس 100%، وأنا بهذه الحالة ما نقدرش ننافس 100%، يعني لازمني نخرج من المكان هذا. أول ما توصلكم منها إن شاء الله. يا الله أشوفك على خير. سلام. The guys down. صراحة he needed to go home. But I promised him I'd help him out. هو الوحيد اللي ما هو دم. كلهم دم. هو الوحيد اللي ما هو دم. هذا البرنامج برعاية تبسي.